بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق العاشر لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس ألمنيوم البحرين ألبا وكأس الرفة للجياد العربية، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة في الصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ عبد الله بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة، وممثلو الجهة الراعية للسباق، وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس شركة ألبا للشوط السادس من السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ألبا بعد فوز جواد سموه ثورك هيل ستار بالمركز الأول، فيما قام علي البقالي بتقديم كأسي ألبا للشوطين الأول والسابع إلى المالك فوزي ناس، وكأس ألبا للشوط الرابع إلى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة. كما قام الشيخ سلمان بن راشد بن محمد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الرفة للجياد العربية إلى حسن مفرح العجمي، وقد اشتمل السباق على 7 أشواط.